رفعت الراية. بسم الله تندفع جياد الإنتاج عمر 3 سنوات شوط مفتوح الدرجات متنافسة من علامة 1600 متر على جائزة سطام أبو الخيل المطيري يرحمه الله. انطلاقة سريعة تبدأ، نشاهد الانطلاقة لعيون بيلسان في ظهورها الرابع، تنطلق مع فيصل الميموني ابنة سبانيش ستيبس. فيما المحاولات نشاهد من رقش المرشح الثاني في المركز الثاني، واحدة الأسماء المرشحة هي الأخرى تحاول التقدم، تلوح المخايل في المركز الرابع تحاول التقدم، فيما شامخ القوم يسير في المركز الخامس يحاول التقدم، والمركز الرابع ما بين الجوادين ودشما، وكذلك المحاولات كذلك من قبل رمز النصر للتقدم، مشاهده من الخارج يحاول التقدم، فيما أبو مهل كذلك يأتي، والانطلاقة على الصدارة على خط البداية لا زال مع رقش يقود الانطلاقة يقود الصدارة في المركز الأول، فيما المحاولات في المركز الثاني من روليكس المرشحة الأولى للفوز بهذا الشوط. المنعطف الأخير 400 متر الأخيرة، روليكس المرشحة الأولى تبدأ، فيما المرشح الثاني رقش بن بايرن يحاول، وأشاهد أبو مهل يأتي يحاول الدخول، رقش المرشح الثاني يتقدم مع الأمتار الأخيرة، رقش بن بايرن مع لويس موراليس، هل سيذهب أم يأتي الدخول من شامخ القوم بن جيمو جست، يأتي مع ريان الطويرش ويخطف النتيجة ويضيف الانتصار الثاني في سجله السباقي شامخ القوم.